مرحبا، هل سبق أن سافرت إلى مكان بعيد للغاية لدرجة تضطرك إلى تقديم ساعتك أو تأخيرها تبعا لفرق توقيت؟ حسنا، هناك بعض الأماكن لديها فروق عجيبة في التوقيت لا تحسب بعدد صحيح من الساعة فحسب، بل تشمل أيضا كسورا من الساعة كنصف أو ربع الساعة. ماذا؟ قبل أن نبدأ رحلتنا إلى أغرب المناطق الزمنية حول العالم، ندعوك للانضمام إلى قناتنا الجانب المشرق. انقر على زر الاشتراك وقم بتفعيل الإشعارات. أهلا وسهلا بك على الجانب المشرق. الآن حان الوقت للتعرف على فروق التوقيت العجيبة التي تتضمن نصف ساعة أو ربع ساعة. الأمر السائد والمتعرف عليه أن المناطق الزمنية وفروق التوقيت بينها تكون بعدد صحيح من الساعات. كما نعلم، فإن معظم دول العالم تستخدم توقيت غرينتش أو GMT، تحدده الساعة الموجودة بمرصد غرينتش في إنجلترا كنقطة مرجعية لتحديد الوقت بدقة. لكن هناك دول عديدة بمنطقة جنوب آسيا تخالف المتعارف عليه بإضافة 30 دقيقة لفروق التوقيت بها. وإن كنت تظن أن هذا الأمر لا يهم الكثيرين، فإليك هذه المعلومة المثيرة. يعيش 5 سكان العالم في الهند التي تعتمد فرق توقيت برقم كسري، وهو 5 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش، ولا يوجد تفسير رسمي لذلك. لكن يعتقد أن الأمر يعود إلى الرغبة في التأكيد على استقلال الهند كدولة عن الإمبراطورية البريطانية. خلال فترة الحكم البريطاني كانت هناك 3 مناطق زمنية في الهند: توقيت بومباي 4 ساعات و51 دقيقة زائد توقيت غرينتش، وتوقيت مدراس 5 ساعات و21 دقيقة زائد توقيت غرينتش، وتوقيت كالكوتا 5 ساعات و54 دقيقة زائد توقيت غرينتش. لو أردت رأيي، فأعتقد أنهم قد أحسنوا صنعا باعتماد فرق توقيت موحد 5 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش. هناك تفسير آخر لا يخلو من الطرافة، ألا وهو مرونة الوقت الهندي. في إشارة إلى غموض مفهوم الوقت لدى سكان تلك المنطقة، فقد تسمع من أحدهم بعد 10 دقائق لتجد أنها نصف ساعة فعلياً. وإن كنت تتعجب من فارق التوقيت ب5 ساعات ونصف في الهند، فلتنظر إلى نيبال المجاورة التي تعتمد فرق توقيت 5 ساعات و45 دقيقة زائد توقيت غرينتش. لذا إن سافرت إلى نيبال قادماً من الهند، ستقدم ساعتك ربع ساعة فحسب. كيف تم حساب هذا الفارق في التوقيت؟ إن الأمر يتعلق بحقيقة أن الشمس تبلغ منتصف السماء وقت الظهيرة الذي يحل هنا قبل غرينتش ب5 ساعات و41 دقيقة و16 ثانية. وهذا الجزء من العالم يضم فروق توقيت أخرى عجيبة تشمل إيران التي تعتمد فرق توقيت 3 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش، وأفغانستان 4 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش، وبورما 6 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش، وكوريا الشمالية 8 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش. وفروق التوقيت الكسرية ليست حكراً فقط على قارة آسيا. في أستراليا يصل فرق التوقيت في الإقليم الشمالي وجنوب أستراليا إلى 9 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش، وفي جزيرة هاو إيسلاند إلى 10 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش. وما يزيد الأمر تعقيداً أن جنوب أستراليا تطبق التوقيت الصيفي بخلاف الإقليم الشمالي، ولذلك يوجد فرق توقيت كسري بينهما خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر وأبريل. وإذا ذهبت إلى نيوفاوندلاند في كندا، ينبغي أن تضبط ساعتك تبعاً لفرق التوقيت هناك، ويبلغ 3 ساعات ونصف ناقص توقيت غرينتش، وهذا غريب نوعاً ما. ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنت تظن أن فروق التوقيت العجيبة لا توجد سوى بهذه البلاد الغريبة، يجب أن تعلم أنها توجد أيضاً في الولايات المتحدة، وقد تجد نفسك في هذه المنطقة الزمنية الخاصة إن أردت زيارة الأخدود العظيم غراند كانيون والمناطق المحيطة به. لمعلوماتك، لا تطبق ولاية أريزونا التوقيت الصيفي، وتتبع دائماً التوقيت الجبلي، وهو 7 ساعات ناقص توقيت غرينتش. ومع ذلك، فإن قبيلة النافاهو من السكان الأصليين لأمريكا والتي تعيش في محمية شبه مستقلة تطبق التوقيت الصيفي، وهكذا يسبقون ولاية أريزونا في التوقيت بساعة كاملة طوال نصف العام.
وهناك إقليم آخر بنفس المنطقة يسمى محمية هوبي، يعتمد نفس فرق التوقيت طوال العام بأكمله. لذا عندما تتجول في ولاية أريزونا وتضبط ساعاتك تقديماً أو تأخيراً، يمكنك القول أنك سافرت عبر الزمن. هذا ما يحدث أحياناً بمجرد أن تعبر الطريق. إن كنت ترغب في خوض تلك التجربة، اذهب إلى ميونكوبي داخل محمية هوبي، ثم انتقل إلى توبا سيتي حيث قبيلة النافاهو. تهانينا، لقد سافرت لتوك عبر الزمن. الصين منطقة زمنية واحدة ضخمة. تعد الصين من أكبر الدول في العالم، إذ تمتد بطول 5000 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، وهي مسافة أكبر من الولايات المتحدة القارية بدون ألاسكا. وجارتها الشمالية دولة كبيرة بحجم روسيا، تضم 11 منطقة زمنية. ومن المنطقي أن يتوقع المرء أن تكون الصين كذلك أيضاً. هكلا، هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، إذ تعد الصين منطقة زمنية واحدة تعتمد توقيت بكين الرسمي فقط، لكن هذا ليس رائعاً كما تعتقد. أجل، لن تضطر إلى إعادة ضبط الساعة عندما تسافر من مكان لآخر هناك، وهذا الأمر مريح للسائحين، لكن المشكلة هي أن ذلك التوقيت يخالف الطبيعة. فهناك أجزاء من الصين لا يحل بها المساء قبل منتصف الليل، بينما لا تشرق الشمس قبل 10 صباحاً في فصل الشتاء. في أوروموتشي على سبيل المثال، تحاول المؤسسات التجارية المحلية التكيف مع هذا الوضع غير المريح، لذا تفتح المتاجر والمطاعم أبوابها وتبدأ العمل في أوقات غريبة. وأطفال المدارس أيضاً لديهم جداول عجيبة تلزمهم بأداء الاختبارات في وقت متأخر من الليل. لكن يعد هذا الوضع حديث نسبياً، فقد كان الأمر مختلفاً فيما مضى. في عام 1912 أعلنت الحكومة الجديدة لجمهورية الصين أنه ستكون هناك 5 مناطق زمنية من 5 ساعات ونصف إلى 8 ساعات ونصف زائد توقيت غرينتش. ثم عندما تولى الحزب الشيوعي زمام الحكم في عام 1949، قرر رئيسه اعتبار الصين بأكملها منطقة زمنية واحدة لتعزيز وحدة البلاد. إذا كنت تعتقد أن هذا وضع غريب حقاً، فالقصة لم تنتهي بعد. ففي منطقة شينجيانغ الصين أو تركستان الشرقية، يعتمد سكانها توقيتين مختلفين وفقاً لأصولهم العرقية، حيث يعتمد الصينيون من عرق الهان توقيت بكين، بينما يعتمد شعب الأويغور الترك المسلمون توقيتاً يتأخر عنه بمقدار ساعتين. يمكنك القول أن السفر عبر هذه المنطقة بمثابة سفر عبر الزمن. في الواقع إنها مسألة لا ترتبط فحسب بالتيسير على الناس وإطالة ساعات النهار لتوفير الطاقة، بل تتعلق أيضاً بالسياسة، حيث تمثل إحدى أساليب كفاح شعب الأويغور في سعيهم لنيل الاستقلال. وأخيراً، إذا سافرت من الصين إلى أفغانستان، يجب أن تؤخر ساعتك بمقدار 3 ساعات ونصف. كيف تشعر إزاء هذا؟ مواعيد مربكة لرحلات القطارات الروسية. كما ذكرنا قبل قليل، تضم روسيا 11 منطقة زمنية نظراً لامتدادها على مساحة شاسعة، لكن ذلك يسبب الارتباك لمن يقررون السفر بواسطة السكك الحديدية عبر البلاد من شرقها لغربها. سواء كنت تستقل القطار من محطة موسكو أو محطة فلاديفوستوك، اللتين تبعدان عن بعضهما 8850 كيلومتر، سيكون موعد مغادرة القطار مطبوعاً على تذكرتك حسب توقيت موسكو. تخيل أن تصل إلى محطة القطار قبل نصف ساعة من موعد المغادرة، لتكتشف أنك قد تأخرت على اللحاق بالقطار الذي غادر منذ 8 ساعات ونصف. إن موقفاً كهذا كفيل بإثارة الحنق الشديد حتماً. لكن لحسن الحظ، تم تغيير هذه القاعدة مؤخراً، وصارت مواعيد المغادرة تعلن وفقاً للتوقيت المحلي دائماً. فروق التوقيت الأكبر من 12 ساعة زائد توقيت غرينتش. لا بد أنك تتذكر عندما أخبرك معلم الجغرافيا أن أقصى فرق توقيت من توقيت غرينتش 12 ساعة. صدق أو لا تصدق، توجد أماكن تتجاوز ذلك. هناك عدد قليل من الجزر في المحيط الهادئ مثل تونغا وساموا وتوكيلاو تتبع فرق توقيت 13 ساعة زائد توقيت غرينتش، وجزر لاين ومن ضمنها جزيرة كيريتيماتي تتبع فرق توقيت 4
عشرة ساعة زائد توقيت غرينتش. من الناحية الجغرافية يجب أن يكون فرق التوقيت هناك 10 أو 11 ساعة ناقص توقيت غرينتش، لكنه ليس مطبقا. فما الذي يعنيه ذلك؟ تخيل أنك قررت الاحتفال بالعام الجديد في كيريتيماتي. بعد الاحتفالات الرائعة ستنام وتستيقظ في اليوم التالي أول يوم في العام الجديد لتقرر السفر وتستقل الطائرة إلى جزيرة جارفيس، وتصل إلى هناك في الوقت المناسب لحضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة. إنه أمر محير للغاية، أليس كذلك؟ بالمناسبة، قد يكون الوصول إلى جارفيس صعباً دون تصريح خاص، لذلك يمكنك السفر إلى هاواي بدلاً منها، مع العلم أن كيريتيماتي تسبقها في التوقيت بيوم كامل، ما يعني أنك ستحصل على فرصة مثالية للاحتفال ببداية العام الجديد مرتين على التوالي. يمكنك خوض تلك التجربة أيضاً بركوب عبارة من ساموا 13 ساعة زائد توقيت غرينتش إلى ساموا الأمريكية 11 ساعة ناقص توقيت غرينتش، وتبلغ المسافة بين الجزيرتين 70 كيلومتراً فقط، ما يجعل التجربة أروع بكثير. كما رأيت، فإن عالمنا لا يضم 24 منطقة زمنية متساوية. هذا الوضع المثالي كان يمكن تحقيقه لو نحينا الحدود والسياسة جانباً، فقد جعلت بعض الأماكن لديها فروق توقيت عجيبة مقارنة بغيرها. لكن ألا يجعل هذا عالمنا مكاناً مثيراً للعيش فيه؟ إذن هل تعرف أي فروق توقيت غريبة أخرى؟ أو ربما كنت تعيش في منطقة زمنية تختلف عن غيرها؟ شاركنا في التعليقات أدناه. لا تنسى الضغط على أعجبني وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، واشترك في قناتنا لتظل دائما على الجانب المشرق من الحياة.